اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض، فكل الحمد لك. اللهم لك الشكر من نعم لا نحصيها، فكل الشكر لك. اللهم لك التذلل والخضوع، فلا معبود غيرك. نسألك الأمن من هول يوم يستوي فيه القوي والضعيف والشريف والبضيع والناس فيه سكرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق وصدق، أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا فترى، وأتبرأ بها براءة كاملة من كل طاغوت وند معبود ظلما من دون الله الولي الأعلى، شهادة صادقة على اليقين صادق واعتقاد صحيح لا شكوك فيها ولا أوهام، والله المولى، نسأله الثبات عليها والعمل بمقتضاها حتى يأتي اليقين، وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، خصه الله بجوامع الكلم وأنزل عليه القرآن المبين، صلى عليه ربنا وسلم الآل والصحب الكرام الفضلاء، الأنجم الزهر الهداة النبلاء، والتابعون السادة الغر الأولى، قد نقلوا الدين لنا مكملا، أزكى صلاة وسلام مزبلا، فلا تدوم مصفد الظلام والجلا. أما بعد، فيا إخوتي في الله، حياكم الله، والتحايا مفاتيح القلوب، تحية طيبة، وطالما كملت في الصدر طيون النار في الحجر، ثم وافتهم الليلة كعبير السحر، فتنسست في لقاء تنشد الريحان والورد والمسك والعنبر، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام تبعثها الروح إلى الروح من كبد المنطقة إلى لففة ولا لهو، فللأمور دلائل وللحقائق مقايل، وبين النفوس تعارف وتآلف، وما يحفى المريب والأمين، ولا يشتبه الصحيح الصريح بالمتهم الظنين، فالقلوب غرفاء والأوجف شهداء والأبصار أذلاء تلاحفا. أحياكم الله وحياكم، وأبقاكم للأمة زفرا، تصلون أسبابها وتعيدون لها نهضتها وشبابها، وللإسلام ترفعون أعلامه وتدفعون ظلامه، وتؤدون فرضه وتردون قرضه، وتصومون عرضه وتصعدون سماءه، وتحفظون أرضه برحمة الله ومنه. وهبنا الله التوفيق، وهدانا إلى سواء الطريق. أيها الحضور الكرام، نحن في عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إلى القرآن نتلوه ونتدبر فيه، ونتحرك به، ونصلح أنفسنا ومجتمعاتنا على هديه، ونقيم مناهج حياتنا على أسسه ومبادئه وتوجيهاته، كما يقول المولى جل شأنه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقال جل في علاه: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أيها الحفظ الكريم، للقرآن الكريم أثر في النفوس، وفي تلاوته ذهاب للهموم وجلاء للأحزان، وهذه الآيات المعترة يتلوها على مسامعكم الطالب عثمان جل، فليتفضل إلى المنصة مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جزاك الله خيرا أيها الأخ الكريم، ونسأل الله أن يجعلك من أهل القرآن الذين يتلونه آناء الليل وآناء النهار. أيها الحفل الكريم، مهارة الإلقاء صنعة الأبطال، وكما في صحيح البخاري قدم رجلان من المشرق
فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال: إن من البيان لسحرا. نعم، للخطابة شأن عظيم في الإسلام، وقد حرصنا أن نتمنى هذه المهارة عند 9 من الرجال حتى يكونوا خطباء مشعقون يخدموا هذا الدين العظيم، فنستمع إلى ذلك. يقدمها إليكم الأخ مقبول أحمد، فليتفضل إلى المنصة مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يزلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال تعالى أيضاً: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من أسلم عمر، أول من فتح باب الكعبة عمر، أفضل من هاجر علانية عمر. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا حكمة البالغة في شرعه وخلقه وتقديره، فإنه سبحانه تعالى اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الكامل لينشره بين العالمين، واختار له من الأصحاب أفضل الناس بعد النبيين، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفاً، جاهدوا في الله حق جهاده في حياة لنبيهم وبعد وفاته، فإنه يختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الكامل لينشره بين العالمين، فهم الخلفاء الراشدين، فهم الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. كانت خلافتهم أفضل خلافة في مستقبل الزمان وماضيه، وتشهد بذلك وتنطق به آثارهم أبو بكر الصديق، أبو حفص الفاروق، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان أنهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار نطق به بما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم
عام الهدابية حين اشتد الأمر كثير من الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعهد الأمرين اللهم أعز الإسلام بعهد الأمرين اللهم أعز الإسلام بعهد الأمرين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك هذا ما عندي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقال الحق بعدي مع عمر حيث كان. جزاك الله خيرا أيها الأخ الكريم وبارك الله فيك وننتظر منك المزيد من هذه المساهمات الجيدة النافعة. ويأتيكم الآن خطيب الثاني ألا وهو الأخ الفاضل أحمد الله فليتفضل إلى أريكة الخطابة مهجورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينا أنا نائم إذ رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة الراشدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عباد الله، إن لهذه الأمة سلفا هم أبر الناس قلوبا وأحسنهم إيمانا وأقلهم تكلفا. سيرة كل عظيم منهم عظة وعبرة، وفي اقتفاء أثر أحدهم هداية، وفي الحياد عن طريقهم غواية. وإننا اليوم على موعد مع واحد من هؤلاء العظماء، أنه رجل عاش الجاهلية والإسلام، رجل غليظ شديد ولكن على الباطل، ورقيق حليم رحيم بالمؤمنين، مرقع الثياب ولكن راسخ الإيمان، ولي من أولياء الله، خليفة من خلفاء المسلمين. أنه شهيد المحراب، أنه قتل وهو يصلي على يد من لم يسجد لله سجدة. أظنكم قد عرفتموه، أنه أبو حفص، أنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سنتحدث في هذه الليلة عن سيرته العتيقة وفضائله. وأول هذه الفضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثلاث رؤيا رآها في المنام، كلها لعمر وكلها صحيحة كالشمس. منها ما ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزع من بئر فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، ثم جاء ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأخذ من يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية
حتى ضرب الناس بعطل ولقد صدق الله رسوله الرؤيا. فتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقوي سلطان الإسلام وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد الشام والعراق ومصر وألمانيا وفارس وروم، حتى قيل إن البلاد في عهده بلغت 1036 مدينة مع سوادها، وبنى فيه 4000 مساجد. وأمامكم قصة مذكور المشهور الذي كان مع سفير الروم هرمز، هو جاء إلى خلافة إلى دار الخلافة فبحث عن خليفة المسلمين، فلما رأى إذ هو نائم تحت الشجرة، فلما رأى هذا المنظر فقال من أعماق قلبه: حكمت عدلت فنمت رسيخ البال، هذا ما عندي، وبالله التوفيق، والسلام على من اتبع الهدى. ما في السماء ملك إلا وهو يوقر عمر، ولا في الأرض شيطان إلا وهو يفرق من عمر. جزاك الله خيرا أيها الأخ الكريم، وبارك الله فيك. وفي هذه الثمان الغالية أنادي الأخ السعيد محمد مختار فليتفضل بكلمته مشكورة. الحمد لله الحميد المجيد، القوي الشديد، فعال لما يريد. أن الله قد أكرمنا بالإسلام وهدانا بمحمد عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين وخير خلقه أجمعين، الداعي إلى الوحدانية والناشر للواء الإخاء والإنسانية، فجمع الله له بذلك قوة العقل وصلابة القلب، وجعل له نعمة البيان وقوة الإيمان، وجعل الخلفاء من بعده خير من حافظ على الدين وجمع شمل المسلمين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، وذلك رجل عظيم، لا شك ولا خلاف أن عمر كان خير رجل يصلح للخلافة بعد أبي بكر، وقد أدى إلى الإسلام خدمات جليلة، وكان شديدا في الحق، وكان شجاعا، لأن الشجاع لا يخاف في الحق لومة لائم، وهو أول من كتب التاريخ الهجري، وأول من ضرب في الخمر 80، وأول من جمع الناس لصلاة التراويح، وأول من فتح الفتوح، وأول من ألقى الحصى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام، وأخرج أهل النجران وأنزلهم ناهية الكوفة. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جريئا صريحا مقداما، لا يحب الاختفاء ولا يبالي بالعداء،
شهد عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأهدا والخندق وبيعة الرضوان وحنينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. قام عمر في خلافته وجاهد في الله حق جهاده، فجيش الجيوش وفتح البلدان ومصر الأنصار وعز الإسلام، ففتح الشام والعراق ومصر والجزيرة العرب وديار بكر وبلاد الجبال وبلاد فارس. الآن أختم كلامي وأقول كما قال أنس رضي الله عنه: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لشاب من قريش، فظننت أني هو. قلت: ومن هو؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلولا ما علمت من غيرتك لدخلته. أجزل الله لك الأجر والمثوبة، ونفعت بك الأمة الإسلامية. وفي هذه الدقائق المباركة أوجه ندائي إلى خطيب، ألا وهو الأخ محمد مختار، فليتفضل إلى المنصة مأجورا. محمد إدريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم في خير القرون، واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولًا، وأقومهم دينًا، وأغزرهم علمًا، وأشجعهم قلوبًا، قوماً جاهدوا في الله حق جهاده، فأقام بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن لهذه الأمة سلفا هم أبر الناس قلوبا، وأحسنهم إيمانا، وأقلهم تكلفا. سيرة كل عظيم منهم عظة، وفي اقتفاء أثر أحدهم هداية، وفي الحياد عن طريقهم غواية. وإننا اليوم على موعد مع واحد من هؤلاء العظماء، إنه رجل عاش الجاهلية والإسلام، إنه رجل عاش الجاهلية والإسلام، رجل غليظ شديد ولكن على الباطل، ورقيق حليم رحيم بالمؤمنين، ولي من أولياء الله، خليفة من خلفاء المسلمين، مرقع الثياب ولكن راسخ الإيمان، تولى أمر المسلمين فطوى فراشه،
تولى أمر المسلمين فطوى فراشه، إنه شهيد المحراب، إنه قتل على يد من لم يسجد لله سجدا، إنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. وقال صلى الله عليه وسلم يخاطب عمر: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وسأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الرجال إليه، قال أبو بكر، قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعد رجالا. أيها المسلمون، ولما تولى عمر الخلافة صعد المنبر وألقى خطبته العظيمة وبين فيها سياسته وأوضح فيها واجباته تجاه الأمة، وسار في الناس سيرة عمرية ما سمع الناس بمثلها. أيها الإخوة الكرام، كان عمر رضي الله عنه إذا هدأت العيون وتلألأت النجوم يأخذ درته ويجوب سكك المدينة، علّه يجد ضعيفا يساعده أو فقيرا يعطيه أو مجرما يعذبه. وبينما هو يمشي في ليلة من الليالي إذا بامرأة في جوف دار لها وحولها صبية يبكون، وإذا قدر على النار قد ملأته ماء، فدنا عمر فقال: يا أمت الله، ما بكاء هؤلاء الصبيان؟ قالت: يبكون من الجوع. قال: فأي شيء في هذا القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به وأوهنهم أني أصنع طعاما حتى يناموا. والله بيننا وبين عمر. قال: يرحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت: أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فبكى عمر ورجع مهرولا، فأتى بعدل من دقيق وجراب من شحم، فقال لمولاه أسلم: أحمله على ظهري. فقال: أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: أنت تحمل وزري يوم القيامة. فحمله حتى أتى المرأة فجعل يصنع لها الطعام وجعل ينفخ تحت القدر والدخان يتخلل من لحيته حتى نضج الطعام فأكل الصبية حتى شبعوا. أيها المسلمون، هكذا كانت سيرة الخلفاء في صدر هذه الأمة حين كانت الرعية قائمة بأمر الله خائفة من عقابه راجية لثوابه، فلما بذلت الرعية وغيرت وظلمت نفسها تبدلت أحوال الرعاة. وأختم كلامي بقول الشاعر: ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يزكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته وغاب فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رأيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت ماقيها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. جزاك الله خيرا أيها الأخ، وقد حان الموعد أن نستمع إلى خطبة جميلة يقدمها إليكم الأخ منظور يعقوب، فليتفضل على بركة الله بكلمته مشكورة. عتيق الله، فليتفضل. عامر بلال، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأيده بخيار الأصحاب، ونصره بفضله على جموع الأحزاب حتى ظهر الدين وتبين له الطريق، فأعز الله المؤمنين وأذل المشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله في ألوهيته، ولا ند له في ربوبيته، ولا شبيه له في أسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء وأتقى الأتقياء وأعظم العظماء. وأشهد أن أصحابه أفضل الأولياء وأزكى الأصفياء وأنبل النجباء بعد الرسل والأنبياء. أيها الإخوة الكرام، ولئن كان أبو بكر رضي الله عنه قد سبق الجميع بعظيم فضائله وكريم شمائله، فإن عمر رضي الله عنه قد سبق من بعده بفضائل وشمائل لم يلحقه فيها أحد ولم ينافسه فيها أحد. هو المحدث الملهم المتفرس المسدد، أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، وفرق الله به بين الحق والباطل، حتى إن الشيطان لا يسلك طريقا فيه عمر. فكان أشد الناس في الله تعالى وأعظمهم له خشية. جاء خبره في التوراة: قرن من حديد أمير شديد. ونزل القرآن في مواقف كثيرة يوافقه في اجتهاده، حتى قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعد نبي لكان عمر. أيها الإخوة، لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر رضي الله عنه، فكان إسلامه عزًا للمسلمين ونصرًا للمؤمنين، حتى جهروا بالإسلام وصلوا عند الكعبة وقرأوا القرآن. وكان رضي الله عنه يمر على مجالس المشركين فيعلن فيهم إسلامه ويجادلهم، حتى إذا اغتاظوا عنه فقاموا إليه يضربونه ويضربهم، فكان هذا حاله حتى أذن الله بالهجرة. فلما كان يوم هجرته وقف على ناديهم فقال: ها أنا أخرج إلى الهجرة، فمن أراد لقائي فليلقني في بطن هذا الوادي. فلم يتبعه أحد. فلما كان في المدينة لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهد معه المشاهد كلها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم أبا بكر، فكان رأس أهل المشورة عنده ووزيره المقدم حتى توفي أبو بكر رضي الله عنه. وقد عهد بالخلافة لعمر، فلم يختلف في ولايته اثنان، فكان أمره إجماعا لا مثيل له وفتحا لا سابق له. أهلك الله تعالى في زمنه قيصر وكسرى، حتى فرقت كنوزهم على المسلمين، وفتحت الأمصار، وبنيت المدن، وكتبت الدواوين، وتوسعت أرزاق الناس، وانتشرت الرعية، وامتدت البلاد. فأعز الله بيده الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله من اليهود والنصارى والمجوس والمنافقين، حتى حقدوا عليه حقدا شديدا. فتسلل جمع من المشركين بين صفوف المؤمنين متخذين دروب النفاق طريقا لهم، حتى إذا حانت لهم ساعة فأراد الله تعالى فيها كرامة عمر بالشهادة، فطعن غيلة في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطويت صفحة من صفحات المجد لم يعرف التاريخ لها مثيلا ولم يخبر الزمان لها شبيها. أيها الإخوة، وقد أكرمه الله بالشهادة، فكان قتله على يد الغادر الشقي أبي لؤلؤ المجوسي في سنة 23 من الهجرة، وهو يؤم الناس لصلاة الفجر، طعنه بسكين ذات شقين. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: رأيت رؤيا لا أراها إلا لحضور أجلي، رأيت كأن ديكا نقرني نقرتين. قال: وذكر لي فقصصتها على أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه، فقالت: يقتلك رجل من العجم. رضي الله عن عمر وجزاه عن الإسلام والمسلمين. هذا ما عندي، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يك في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. لقد وفيت فيما قدمت، ونسأل الله لك الأجر والمثوبة.
وفي هذا الشدر من برنامجنا أوجه دعوة التحدث إلى من يقرع الأسماء بزمجرة كلماته وهدير أصواته، ألا وهو الأخ سلمان أنساري، فليتفضل إلى المنصة مأجورا. أنادي الأخ محمد زبير فليتفضل إلى المنصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إخوة الإسلام، إن الله تبارك وتعالى فضل عباده الذين قاموا بفهم دينه وكتابه، فجعل لهم شأنا وعزة، فعلى كل عالم وطالب العلم الشرعي أن يعرف مقامه ومنزلته عند رب العالمين، وأن يتحلوا أو يتزينوا بالأوصاف والآداب التي يليق بصاحب العلم والفضل. فسئل الشيخ الصالح العثيمين رحمه الله عن آداب طالب العلم الشرعي، فقال رحمه الله: من آداب طالب العلم الشرعي التحلي بالتواضع، والبدء بالسلام ورد السلام، والتوجيه إلى الخير، والنصيحة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وصلة الرحم، وإكرام الجار، وكف الأذى عن الجار. هكذا، هذه الصفات هي علامات الخير وعلامات السعادة. وكذلك من أهم الأدب قبل كل شيء لطالب العلم الشرعي أن يخلص نيته لله تعالى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرفا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعلى طالب العلم الشرعي أن يجتنب عن المباهات بالعلم وعن طلب الدنيا به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا لتحتازوا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وكذلك على طالب العلم الشرعي أن يتحلى بالسكينة والوقار، كما قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه،
ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. ومما يتزين به الطالب ترك الغضب وطلب الرئاسة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن أفزل آداب طالب العلم الشرعي تواضعه وترك الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرئاسة عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا ما عندي، وبالله التوفيق، والسلام عليكم. قال الشافعي رحمه الله: حق على كل طلب العلم بلوغ غاية جهودهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى إدراك علمه نصا واستنباتا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. جزيت خيرا بخالص الشكر ووافر الامتنان بما بذلت من جهد رائع. أيها الحضور الكرام، قد تم مجال الخطابة، ونشكر جميع الخطباء المشاركين على هذه الكلمات الطيبة الرائعة المفيدة، انطلاقاً من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لذا نشكركم وبارك الله فيكم، ونسأل الله لكم التوفيق والعمل. أيها الحشد الكريم، ونشكر فضيلة الشيخ، فنقول: تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظم عقد الشكر الذي